واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة أنواع الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية في كافة مجالات العمل الأمني لمكافحة الجرائم بشتى صورها وتصدي للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، وهو ما يسهم في بسط الأمن والنظام في كافة ربوع الوطن. وقد أسفرت تلك الجهود عن نجاحات أمنية كبيرة في كافة المجالات. ففي إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ظهور العديد من المحررات الرسمية المقلدة، بخاصة رخص تسيير السيارات والقيادة. وضعت الإدارة خطة بحث محكمة واستخدمت التقنيات الحديثة، وتمكنت من ضبط المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القيادة وتسيير السيارات، لا سيما سيارات الإعفاء الجمركي، وأقروا بنشاطهم الإجرامي. وتم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير، كما نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والسويس والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد في ضبط عدد من السيارات التي تم تزوير تراخيص سيرها. وعلى صعيد أمني آخر، وفي إطار الحفاظ على تراث مصر وإرثها الإنساني والحضاري من عمليات النهب والسرقة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإتجاره في مخطوطات وقطع أثرية، وبحوزته مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة، ومجموعة من المخطوطات والمطبوعات والشهادات الدراسية القديمة، وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات. في ذات الإطار استهدفت الإدارة شقة اتخذها صاحب مكتبة وشريكيه مخزنا للإتجار بالمخطوطات والكتب الأثرية القديمة والمجرم تداولها، وتمكنت من ضبط وثائق ومخطوطات وكتب أثرية بقصد الإتجار بها. كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة وبحوزته 25 تمثالا مختلف الأنواع والأشكال والأحجام وقطع وعملات أثرية تعود للعصرين الفرعوني والروماني. وعلى صعيد التصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن ضبط مكتبة بالقاهرة لقيام صاحبها ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وأسفر التفتيش عن ضبط أكثر من 170 ألف كتاب دراسي خارجي. واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ من ضبط كمية من المكملات الغذائية والأدوية الطبية محظور استيرادها دون موافقة الجهات المعنية، وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 30 مليون جنيه. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.